أعزائي متابعي موقع وجريدة الطريق في كل مكان، أهلا بحضراتكم في لايف جديد من داخل محافظة الدقهلية. متواجدين معاكم الآن تحديدا داخل مكتب الأستاذ وسيادة المستشار خالد عبد الرحمن، محامي نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة اللي لقيت مصرعها على يد زميلها محمد عادل، وأفضنا في هذا الموضوع وتكلمنا فيه كتير، لكن كان واجب علينا أن احنا نصور مع سيادة المستشار النهاردة، وخاصة بعد آخر لايف صورناه مع الأستاذ خالد البر محامي محمد عادل اللي فجر لينا مفاجأة وقال ان سوف يتم وقف اعدام محمد عادل كما نفى نهائيا او اكد بعدم اذاعة الحكم على الهواء مباشرة، كما يعني قدم المستشار خالد عبد الرحمن طلب باذاعة حكم الهواء الحكم الاعدام على الهواء او على الاقل جزءا منه طلبا او تنفيذا لطلب والد النيرة أشرف وأسرتها. النهاردة هنعرف التفاصيل الجديدة في هذه القضية، يعني اللي اتكلمنا فيها كتير جدا، لكن حابين نسمع رد من سيادة المستشار حول وقف تنفيذ حكم الإعدام وتحويل محمد أو إيداع محمد عادل قاتل نيرة أشرف لمستشفى الأمراض العقلية، بعد ما سيادة المستشار أو محامي محمد عادل أكد أن والدة محمد بتقول أن محمد مريض منذ صغره بكيمياء أو بوكيميا على المخ، وده كان السبب في ارتكابه الجريمة، وبالتالي استند سيادة المستشار خالد البري محامي محمد عادل على تقديم طلب بإحالته وإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية ووقف تنفيذ حكم الإعدام عليه. النهاردة هنعرف الجديد في القضية من سيادة المستشار خالد عبد الرحمن والملقب بسيف العدل محامي نيرة أشرف. أهلا بحضرتك سيادة المستشار. أهلا وسهلا بكم وموقع الطريق والمتابعين الطريق المحترمين. أهلا بحضرتك. زي ما حضرتك سمعت هنتكلم عن وقف إعدام محمد عادل وإيداعه، وقف تنفيذ حكم الإعدام وإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية، وده طبعا بعد تشكيل لجنة. الأستاذ خالد البر أكد إن هو قدم طلب بتشكيل لجنة ثلاثية أو خماسية من دكاترة جامعة المنصورة وجامعة عين شمس وتوقيع الكشف الطبي على محمد بعد ما قال ان هو مصاب بمرض يدعى او يسمى بوكيميا المخ. بوكيميا المخ. تمام، او كيميا المخ هو قال معانا في اللايف. نو. نو هو قال كيميا المخ على حسب وصفه. هو كاتب المرض مش عارف اسمه. اسمه نو كيميا. تمام. رد حضرتك على الكلام. هو لا هو طبعا هو الاستاذ خالد دمه خفيف. يعني هو بيحب يهزر والدعوه دي هزار يعني مش اكتر من ايه يعني على فكره يعني. الدعوه دي كلها على بعضها غير قانونيه. دعوه ايه؟ غير قانونيه اللي هو رفاحه دي دعوه غير قانونيه اللي هي ايقاف تنفيذ حكم الاعدام. مجلس الدوله غير مختص الامر نهائي ولا من قريب ولا من بعيد. واختصم فيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. واختصم فيها رئيس الجمهوريه، واختصم فيها النائب العام، واختصم فيها وزير الداخليه، واختصم مساعد وزير الداخليه لمصلحه السجون ومامور سجن جمص. تمام؟ الناس دي مالها الموضوع؟ مال تنفيذ الحكم؟ هو ده السؤال. المفروض يختصم مين؟ بص يا فندم. هو الموضوع ده حصل في قضية عرب شركس 2014، وبعد عدمه القضاء الإداري فعلا طلع قرار بإلغاء تصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام. إلغاء تصديق؟ إلغاء تصديق رئيس الجمهورية على حكم الإعدام. اللي كان رافع الدعوة رفعها طعنا في قرار التصديق، وهنا الرفع صح. يعني مين النهارده اللي بيصدق على حكم الإعدام؟ رئيس الجمهورية. تمام. فالتصديق قرار. تمام. التصديق قرار. تمام. فمن حقك اللي أنت تطعن على هذا القرار أمام القضاء الإداري.
مش يختصم رئيس الجمهورية. استنيني بس. تمام. استنيني بس. لكن تروح ترفع دعوة تختصم في الحالتين هتختصم رئيس الجمهورية. ترفع دعوة وتطلب من القضاء الإداري وقف تنفيذ حكم الإعدام وتشكيل لجنة من الأطباء للكشف عليك. غير مختص بهذا الأمرين. الأمرين دول ملوش دعوة بيه. القضاء الإداري لا يطبق قرار، لا يلغي قرار، لا يوقف قرار. قرار إداري. فقرار الصادر بالتصديق من رئيس الجمهورية وقرار إداري. يعني هو لو كان طعن على قرار التصديق أقول لك أنت صح. أنت راجل فاهم قانون. لكن هو ما طعنش. هو راجل عمل عريضة وذكر فيها قصة. وذكر فيها اسمائهم طبعا واسماء المحامين اللي عاملين نروض العرضه. والتنسيق يوم 5/6 تمام. في ناس هتقول طب ازاي المحكمه تاخد منه عريضه وهي غير مختصه او غير قانونيه؟ طيب وتحدد ليها جلسه يوم 5/6 مش طبعا عليها رسمها ورفعها ودفعها والضريبه بتاعته والدمغه وتمام التمام. هتاخد جلسه بس هتتحل المفاوضين المفروضين تقول لك غير اختصاص. يعني تقصد حضرتك معلش خلينا نتكلم عشان نوصل لمستوى الناس البسيطه اللي دماغها ما تسعش القانون والدستور بمواده الى اخره. هل فعلا سيتم ايقاف تنفيذ حكم الاعدام؟ نهائي نهائي. هذه الدعوه هذه الورقتين دولت لا يوقفوا دعوه. دول ملهمش دعوه خالص بتنفيذ حكم الاعدام. الأمر الآخر لو افترضنا وده استحالة وده مستبعد إن هذا الأمر قانوني. تمام. إيه مستندك؟ إيه السند اللي أنت استندت عليه إن هذا المتهم مريض؟ ما هو طالب بتشكيل لجنة. إيه السند؟ والدته بتدعي أو بتقول. إيه والدته عارفة وعنده إيه؟ والدته عارفة إذا كان هو مريض نفسي وعارفة النيوكيميا اللي هو مريض بالنيوكيميا جابتها منين النيوكيميا دي؟ بتقول ان هو والدته واخته تواصلوا معاه جابتها منين؟ والدته واخته جابتها منين؟ قالوا له ان هو مريض منذ صغره وبيتعالج وراح تبيع على دكاتره. معاها ملف اعلان، معاها روشته، معاها تقرير استشاري يقول ان المتهم ده مريض النيوكيميا. ما هو حابب ياكد عشان كده طلب تشكيل لجنه. يا فندم لما اجي اقول ان المتهم بتاعه مريض نفسي لازم اطلع ملف واقول يا جماعه الملف ده اهو، الملف ده كله فيه روشتات واشاعات وتقارير طبيه ومستشفيات حكوميه بتقول ان المريض بتاعي نفسي، والنائب العام والمحكمه رافضه رغم كل ده رافضه. ليه احنا هنروح بعيد ليه يا فندم؟ قضيه اسلام بتاع الشرقيه قاتل سلمى. اسلام وسلمى بهجت. وسلمى بهجت. لما جه المحامي قدم ملف محامي المتهم قدم محامي اسلام وقال لهيئه المحكمه ان المتهم ليه سابقه في المرض النفسي وله ملف في المرض النفسي وصوره من الملف اهوت واحنا محتاجين طبيب المستشفى نيجي نساله. كان بالفعل بيتعالج في مستشفى. كان بالفعل بيتعالج في مستشفى وجه الطبيب كان في ما يثبت. كان في ما يثبت. وفي ما والولد دخل هنا المحكمه عملت ايه؟ مستشفى قبل كده. المحكمه عملت ايه؟ احالته المستشفى للمستشفى العباسيه واللي دعا تقرير وقعدوا 30 يوم في المستشفى. يعني نستشف من كلام حضرتك طالما والده محمد عادل مش معاها لا روشتات ولا مثلا ملف علاجي بيثبت ان ابنها مريض وكان بيتعالج طبعا لكلامها انه مش هيتم تحويله. ده كلام مرسل يا فندم. للجنه ده اسمه كلام طبية. مرسل. كلام مرسل فقط لا غير. مش هيأثر في ايقاف تنفيذ الحكم؟ ولا الهوى. ولا لي دعوه ولا لي علاقه. انا عايز اقول لك على حاجه. الناس القانونيين اللي بيفهموا القانون سواء مستشارين او قضاه او محامين او ايا كان بيتحكموا على الكلام اللي بيحصل ده. ده كلام ما بيحصلش. المقصود منه ايه؟ ان انتوا تقعدوا كل يوم تطلعوا على الناس
وتتكلموا الصراحة الموضوع طول قوي، واحنا عاوزين يعني موضوع ده محمد احنا عادل نفضل يا استاذ، ونيرة. بس ده طيب احنا نفضل. لو اتكلمنا عن لما جينا اتكلمنا مع سيادة المستشار برضو عن نقطة إذاعة حكم الإعدام على الهواء مباشرة بناء على طلب والد نيرة والطلب اللي حضرتك اتقدمت بيه، أكد إن ده خلافا للقانون ومخالف للقانون. حلو قوي. ولما استشهدنا بواقعة إن الرئيس السابق مبارك فعلا كان في عصره تم محاكمة أكتر من محاكمة على الهواء، أكد قال لك يعني فيما معنى الكلام إن اللي كان قبل كده خالف فالنهارده الرئيس مش هيخالف، وأنا الرئيس بأؤكد حسني مبارك خالف القانون، لما أزاح لكن حكمه الرئيس السيسي مش عبد الفتاح السيسي هيخالف. مش هيخالف القانون. آه طب ما هشام عشماوي ما هو اذاعه الاعدام بتاعه على الهواء مباشره، وكان في عهد الرئيس السيسي، معنى كده الرئيس السيسي خالف القانون. طيب اما اجي انا اقول واطلع للناس، اصل ما ينفعش. بص يا جماعه، وده دايما انا اقولها، انا بتكلم ما بخاطب، ما بخاطبش خالد عبد الرحمن، ولا بخاطب بهاء بيه، ولا بخاطب محكمه النقض، ولا بخاطب النائب العام. انا بخاطب الناس العامه، الناس البسيطه، الناس اللي عايزه تاخد منك المعلومه الصحيحه تمام. علشان يبقى استفادوا منك. حضرتك لما تطلع تقول ان طلب خالد عبد الرحمن باذاعه تنفيذ حكم الاعدام على الهواء مباشره غير قانوني ومخالف للقانون، طب ما تجيب انت بقى النص الصح للقانون. طلع لي انت بقى النص الصح للقانون وقول لي استنى يا عم خالد، القانون بيقول 1 2 3 4 انت غلط. في ناس هتقوم قلب الايه، طب انت ايه نصك القانوني؟ عشان تقول انا بذيع على الهوا. القانون ما نصش ولا عدم ولا الاذاعه. مفيش ماده بالدستور بتقول، مفيش ماده دستور بيقول الدستور. مفيش مادة فيه بتقول ان مثلا لو في جريمة معينة زي دي حصلت قدام الناس ان يتم على شيء من العظة ان يتم إذاعة حكم الإعدام على الهواء او حتى جزء منه؟ مفيش. طب ليه حضرتك طالبت سيادة المستشار؟ ما انا اقول لحضرتك، لكن سابها جوازية لرئيس الجمهورية فقط. تمام. من حقه هو يؤمر لكن مش مخالف للقانون، مش يدي قرار. رئيس الجمهوريه مش هيدي قرار يقول لك انا بقى رئيس الجمهوريه اصدر قرار رقم كذا باذاعه، لا لا لا، يؤمر، نامر نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه باذاعه الحكم رقم كذا 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 على امر شرطه. الامر ليه؟ لان تنفيذ واجب. تمام. الامر تنفيذ واجب، لكن القرار ممكن يطعن عليه ما يذاعش، لكن الامر نأمر، محدش يقدر يرجع بيها. تمام؟ عشان كده أنا تقدمت بطلب الرئيس الجمهورية، وتقدمت بطلب لمعالي النائب العام آخر اللي أنا أحضر. ليه؟ في ناس هتقول لي ده بقى في القانون صريحة يا أستاذ خالد، مادة 474 من قانون الإجراءات بتقول ومحددة مين اللي يحضر، طبيب السجن ومأمور السجن والوكيل النائب العام وراجل الدين والمحامي المتهم اذا طلب. سامحني هقف بس عند كلمه اللي حضرتك قلتها، في ناس بتوصفها مع احترامي الكامل لحضرتك ان ده تشفي في المتهم. تشفي؟ اه. اتشفي ازاي؟ يعني ايه تشفي؟ عشان تنفي. اتشفي في ايه؟ ان انا كنت خصمي ليك وان انت عملت كذا كذا في بنت الموكل اللي عندي او نيره موكلتي، فانا عايز اشوفك النهارده كنوع من التشفي وانت بتتعدم. انا فزت اهوت وكسبت القضيه وانت اخدت اعدام. طيب بالمعنى العام خالص لكل الناس. طب يعني اما تخرج والده هذا السفاح، وانا مسمى انه سفاح طبعا، لان السفاح زي ما قلت اللي هو بيذبح بينحر، وتخرج تقول نيرة السبب وابني ما عملش حاجة وابني مظلوم وهم ناس بلطجية وهم ناس وهم ناس وهم ناس، وتغلط البنت اللي بين ايدين ربنا، ده مش تشفي في الميتة ولا ايه؟ اما تيجي تقول سيبوه اسجنوه عشان اروح اشوفه رايح جاي رايح جاي رايح جاي اشوفه لغاية اموت. طب وام نيرة اللي فقدت بنتها، مش دي أم ودي أم؟ ولا إحنا بنتاجر بمكيالين؟ إحنا بنتاجر بمكيالين؟ ثم
وده الاهم وده المفروض الناس تفهمه. خالد عبد الرحمن ما بيعملش كده عشان خاطر نيرة الله يرحمها وعشان خاطر اهلية نيرة. خالد عبد الرحمن بيعمل كل الكلام ده عشان تكون راضع، ما تتكررش لاي بنت مصرية او عربية تاني. خالد عبد الرحمن ما بيتكلم وبيتحارب من بعض الشرازمة مش عشان خاطر نيرة واهلية نيرة، عشان خاطر بنتي وبنتك وبنته وبنته اللي تمشي في الشارع امنة، تمشي في الشارع تروح جامعتها تروح ناديها تروح 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 وهي مطمئنة ان في حق بيرجع. مفيش حاجة بتضيع. احنا للأسف بقينا في عصر بندافع عن القاتل واهلية القاتل. زمان زمان القاتل ده كان اسمه منبوذ، بيسموه المنبوذ عن المجتمع. دلوقتي الصراحه القضيه دي اثارت الكثير من الجدل، الناس مش فاهمه، خاصه بعد محاكمه محمد عادل الاولى اللي كان الكل ضد محمد، لكن بعد ظهوره في المحكمه ظهر ليه كثير من المتعاطفين معاه. برافو عليك، تعالى بقى يكسب تعاطف الناس. تعالى بقى حته المحكمه اللي هم بيعترضوا كلهم وقالوا ليه احمد حمد ساب المستشار بهاء يتم استجوابه. قسما بالله قسما بالله وبقولها تاني، الغلطة الوحيدة اللي تمت في هذه القضية ان المستشار بهاء طلع محمد عادل وسأله. ليه؟ التمثيلية اللي مثلها، واضح انهم ممثلين كويسين، التمثيلية اللي مثلها امام الاعلام وامام الصحافة وامام بهاء بيه خلى الناس تتعاطف معاه. اللهجة بتاعته، تغيير اللهجة، الاندهاش بتاعه خلت الناس تتعاطف. هو كان يجوز الحكم عليه بدون استجوابه؟ اه طبعا، من خلال استجوابه في النيابه تكتفي المحكمه على كده. برافو عليك، مثل الجريمه واعترف تفصيلي ومثل الجريمه تفصيلي. طب النهارده المحامي بتاعه، ما الناس دلوقتي بتقول ايه؟ والمحامين بيقولوا ايه؟ غلط ده احمد حمد اللي خلى بهاء بيساله. طب يا ريته ما سالوا، يا ريته ما سالوا. هو فعلا الولد نجح ان هو يكسب تعاطف كتير جدا. اه طبعا. يعني انتوا بتعدوا احمد حمد في ايه؟ ضعيف قانونا؟ ايه المشكله ضعيف قانونا؟ يعني حد قدر ان هو يقف زي ما كان احمد حمد؟ تعالى بقى، انت فكرتني بحاجه. اول من قدم نقض لهذا المتهم هو خالد البر. حصل. تمام؟ كل الناس اللي متواجده مع خالد البر وبيسندوه الان كلهم ايامها قالوا لا ده تبع خالد عبد الرحمن وهو اللي جايبه وعمل نقض وحش عشان يترفض ولا يتعدم بسرعه. اتهموه ان هو تبع حضرتك؟ وان انا اللي جايبه وعلى طول على طول ونقضه ضعيف عشان يترفض علشان معلش مع احترامي ليك يعني تطلع انت البطل وان النقض ضعيف فانا خلاص فزت بالقضيه. ايه ده خالد البر اللي انتوا شايلينه على اكتاف الوقت؟ هو الاستاذ خالد على فكره قال كلمة حيادية وكلمة يمكن كانت كويسة منه، قال لو محمد لجنة أثبتت إن هو مش مريض نفسي، مش بقول عقلي، مريض نفسي، أنا هكون أول واحد بطالب بإعدامه. طب أقول لك على حاجة، ومش ببرر له الجريمة لكن في دوافع لارتكابه الجريمة. أنت مش معانا من الأول القضية؟ طبعا. كل محامي مسك القضية دي بيدافع عن محمد عادل يقول نفسي هذه الجملة، أنا ما بدافعش عنه، بس لو طلع من هو مش مريض نفسي أنا خلاص يعدموه. كله أحمد حمد قال الكلمة دي. فريد الدين ذات نفسه قال الكلمة دي، مع احترامي طبعًا رحمة الله عليه. الله يرحمه طبعًا. الأستاذ أشرف نبيل قال الكلمة دي. كل واحد قال هذا. يعني احنا النهارده بننفي سياده المستشار ان مش يعني عدم تكوين لجنه سواء ثلاثيه او خماسيه بقى واعاده الكشف على محمد وايداعه بمستشفى امراض عقليه، احنا بننفي حاجه زي كده ولا لسه؟ امتى؟ امتى المتهم يعرض على لجنه ثلاثيه او لجنه طبيه تقول انه مريض؟ افهمها برضه عشان الاستاذ خالد يسمعها ويفهمها كويس ويعرفها كويس. إذا كان المتهم محبوس زي محمد عادل كده وتم إصابته بمرض وهو داخل السجن، بيقول لك الواد اتعرض للضرب بعد هجوم الناس عليه بعد الجريمة ومفروض أصلا ما كانش يتحاكم والضرب ده ممكن يكون أثر عليه، خلافا على إن أكد إن والدته هتقف في المحاكمة
في الجلسة اللي حضرتك قلت ان هي اتحددت يوم 5/6 وهتقول ابني مريض وانا بطالب بالكشف عليه. احنا دلوقتي خلطنا الامور. خلطنا الامور في ايه؟ يعني تبدأ الناس بالضرب على محمد مالوش دعوه بالضرب وان هو مريض منذ الصغر. مالوش دعوه بالمرض النفسي. احنا كده هنخلط الامور. تمام. هما مش لاقيين حاجه فهم بيدخلوا توخ في ملوخ زي ما بيقولوا. الضرب والاعتداء من الطلبه اثناء الواقعه ادى الى بعض الكلمات في وش الولد. تمام؟ اولا ما اثرتش على الحاله الذهنيه بتاعته. بس ما كانش ينفع ان هو يتحاكم او يتم استجوابه وهو مضروب. حلو قوي. هل تم اي نوع من انواع الضغط عليه تقصد مثلا او اجبره على الاختلاف في احوال امام النيابه في اعترافها عن الاختلاف في التمثيل الجريمه؟ ما حصلش. الاثنين في تطابق ما بين تمثيله للجريمه وكلامه في استجوابه للمحكمه. منتهى الدقه ومنتهى التفصيل. هل تم في اختلاف بين ما قاله في التحقيقات النيابه العامه من اعتراف كامل وما قاله قدام بهاء بيه بعد وقعت بحوالي 4 5 ايام؟ طبعا كان زمان كلمات. طب خليني اسال حضرتك في حاجه. هو سياده المستشار اكد ان في بند في الدستور انا مش متذكراه، انا مش قانونيه، تمام، ان ممنوع او عدم جواز استجواب المتهم في حاله اصابته او تعدى اي شخص عليه امام المحكمه. يعني الولد كان مضروب ما ينفعش المحكمه تستجوب، ممكن يستغل الثغره دي في القانون ان هو يعيد المحاكمه مره ثانيه اطلاقا. ومين قال الدستور ايه اللي قال الكلام ده؟ وعلى دستور معين؟ هو انا مش متذكر. هو قرأ ماده الدستور او ماده في القانون اللي هي ما اعرفش صراحه، انا صحفيه مش محاميه. الماده الاولى في الدستور الاصل في الانسان البراءه، اللي كل واحد والتاني ما يجي يكتب مذكره يقول لك الاصل في الانسان البراءه. ماشي، الا ان يصدر حكم نهائي بات بالحكم عليه. ما بقى هو حكم نهائي بات الماده، امال حكم الاعدام ايه والنقض ايه والسبعه نقود اللي اترفضوا دول ايه؟ مش حكم نهائي بات. يبقى انت بتقول اصل في الانسان براءه ازاي؟ ما بقول لحضرتك الاربع ورقات دول هم ورقتين وش ده اسمه ايه؟ ده الطلب ده ولا ده العريضه بتاعته؟ ده العريضه اللي هي بعدت محاكمه محمد عادل؟ تمام. اللي الجلسه بتاعتي يوم 5/6 هيقول لك انت جبتها وخلاص. ما يعني الجلسه يوم 5/6 تمام. كل سطر طبعا غير بقى اللي هو كل سطر من الاسطر دي، السطر اللي فوق مخالف عن السطر اللي تحت. يعني مثلا يجي هنا بيقول ايه مثلا؟ يعني المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة تقول أن كل شخص متهم في جريمة حتى يثبت الإدانة فيها قانونًا إلا أن المحكوم عليه قد تعرض. فين بقى تكملة الجملة؟ بص يا فندم، إيه ده المادة وإيه؟ بيقول لك إيه؟ أن كل شخص متهم في جريمة حتى يثبت الإدانة فيها قانونًا إلى أن المحكوم عليه قد تعرض للضرب. تفهم إيه؟ في جمله ناقصه، في حاجه ناقصه كبيره. يعني انت ده يعني انت بتتكلم دلوقتي عن الماده 11، طب كمل الماده 11 وبعدين خش في الموضوع بتاعك. فاهماني؟ فلما انا كخالد عبد الرحمن، بلاش خالد عبد الرحمن، انتوا بتقروا خبر في الجرايد. فالخبر بيقول ونص استقى من الماده 11 من الاعلام العالمي لحقوق الانسان الصادر من الامم المتحده التي تقول ان كل شخص متهم في جريمه حتى يثبت الإدانة فيها قانونا إلى أن المحكوم عليه قد تعرض للضرب المبرح. يعني طب إيه الموضوع؟ إيه القصة؟ ما تفهمونا. يعني هو يعني زي ما بيقولوا مالي سطور مالي صفحات بس وخلاص. خلينا ننتظر اليوم 5/6 في القضية اللي طولت بزيادة وأرهقتنا معاها. ننتظر اليوم 5/6 ما نشوف الجلسة دي هتعمل إيه. حاجة تانية برضو أنا بقول لك إن المريض يعني إيه؟ ان الدعم الصحات النفسيه وايقاف تنفيذ حكم الاعدام حتى شفاه من نكيمة المخ والعصاب مش الاعصاب والمخ والعصاب غلطه كتابيه وما علينا خطأ والمرض النفسي والفعلي. طيب انا عايز الناس تبحث عن مرض نكيمة المخ والاعصاب. نوكيميا؟ نوكيما نوكيما تمام. نوكيما اعراضه ايه سياده المستشار؟ احنا طولنا على الناس بس انا عايزه اعرف اعراضه. اعراضه هو اعراض كتير، في الام اللي هو الام الظهر والام الرقبه.
الوعي ان هو ولا يفتكر اللغه ويبقى عنده حاله هذيان وما يفتكرش اسمه. ازاي ومحمد كان طالب متفوق؟ استنيني بقى، ما هو ده المرض اللي بيقولوا عليه ان هو مريض، ما ده المرض اللي هو بيقول عليه هو اللي بس هو كان سياده المستشار بيقول من ضمن اعراضه ان المتهم بتحصل له هلاوس خالص خالص نهائي، وبيتهيأله ان في حد مثلا في عدائيه بينه وبين حد وحتى يقتل وحاجات من كده نهائي خالص. هو بيجي له رعشه، بيجي له ممكن تعمل سكته دماغيه يعني يموت لوحده تمام، لكن ما يجيش دي اعراض مرض النوكيما، النوكيما دخاء في العضلات. طبعا احنا شفنا هو بيقتل ما شاء الله وعضلاته قويه وشغال في 19 تقريبا 19 او 17 طعم، وهدد الناس ووقف يعني واستعرض قواه يعني راجل وضع يعني الى يعني ما لقاش من ضمن الامراض العصبيه والنفسيه للنكوميا دي. هو الاول المرض على هو اكد ان والدته هي والدته واخته اخت محمد عادل والدته هم اللي اكدوا، مش عارفين يكذبوا يا خبر ابيض. سياده المستشار واكد ان والده محمد عادل واخته هم اللي قالوا ان محمد مصاب بالمرض ده. بقول لك هو دمه شربات والله، دمه هو ينفع يوم 5/6 للجلسة اللي محامي محمد عادل يعني الجلسة دي علشان هنشوف فعلا هيتم احالته لمستشفى الامراض العقلية بعد ان والدته اكدت ان هو مصاب بمرض اسمه نكيميا المخ تقريبا. 5/6 عايش يعني. طب هختم بسؤال، هختم بسؤال، هل فعلا تم نقل محمد عادل من سجن جمصة واستعدادا لتنفيذ حكم الاعدام خلال الايام القادمه؟ باذن الله بالفعل في قرار بكده، مش قرار، هو مش بيتم نقله من سجن لسجن تاني بيكون بايه على طول مساعد يعني بالفعل تم نقله من عندكم فعلا كان الحته الفلانيه؟ يعني احنا ممكن ننتظر او نتفادى نتفاجئ في الايام المقبله باعدام محمد عادل؟ وانا على فكره برضه يعني انا هم اهله بيعرفوا قبلها تقريبا ب 24 ساعه تقريبا صح؟ انا قلتها على قناتي يعني، لو انتم مسؤولين اقولها لكم اقولها لكم. اتفضل. انا بعت بعد الدوله اللي ما نفذتش الحكم لغايه الان. عتاب شديد. تمام. بجد يعني. خلاص تمام، هننتظر نشوف اخر القضيه ايه في الايام المقبله، لكن احنا زي ما شفنا سياده المستشار خالد عبد الرحمن محامي نيره اشرف زي ما احنا شايفين يعني الصوره الوحيده على الرغم من تعدد القضايا عنده. ايه سر تواجد دي الصوره الوحيده اللي عند حضرتك؟ انا ما عنديش بنات. بنت حضرتك؟ انا ما عنديش بنات رحمه الله عليها. تحت اي بقى الناس المتعاطفه مع محمد او متعاطفه مع نيره، هي شهيده رحمه الله عليها. هننتظر طبعا زي ما قلنا ليكم متابعينا الكرام اليوم 5/6. اتفضل اتفضل. احب اقولها لكل لا ترقصوا على دم قتيل، سواء نيره او غير نيره، لا ترقصوا على دم قتيل. شكرا. نشكرك جدا سيادة المستشار، نشكركم جدا متابعينا الكرام، كنا مع سيادة المستشار خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرف رحمة الله عليها طالبة جامعة المنصورة اللي لقيت مصرعها على يد زميلها محمد عادل بعد ما كنا في لقاء مع محامي محمد عادل اللي أكد يعني إن هو قدم طلب بإيقاف تنفيذ حكم حكم الإعدام. النهارده سيادة المستشار أكد لنا إن تم حالة محمد عادل ونقله من سجن جمصة استعدادا لتنفيذ حكم الإعدام خلال الأيام القادمة. بشكركم جدا متابعينا الكرام، انتظرونا في تغطياتنا القادمة من داخل محافظة الدقهلية على موقع وجريدة الطريق. كنت معكم أنا حسناء رفعت والسلام عليكم. شكرا سيادة المستشار. طب أنا بضحك عشان رقبتي بتوجعني وعندي دي بتوجعني. استني.